لو كان بيد المرأة في الأول كان أي حاجة تقول له أنت طالق. فلو كان زواج الرسول بالعدد ده كله لقصد الشهوة كان تزوج أبكارا. أولا نبدأ حكم الطلاق نفسه في حد ذاته ولماذا شرع؟ الطلاق هو انفصام الحياة الزوجية، والأصل أن الزواج شرع ليكون حياة مستديمة وليس مؤقتا بمدة معينة. فالأصل في الطلاق الحظر والتحريم وليست الإباحة. وهناك خطوات شرعها الله سبحانه وتعالى لعلاج الخلافات بين الزوجين قبل أن يقع الطلاق أو قبل اللجوء إلى الطلاق. من كتر تقييد الطلاق ربنا جعله بيد الرجل، باعتبار أن الرجل هو الذي سيتحمل مسؤولية ما بعد الطلاق. المرأة معفاة لا نفقة هتدفع لنفسها ولا مؤخر صداق ولا شيء، ولكن لما ربنا يقول له أنت اللي هتدفع فأنت ما تتسرعش وخلي بالك من الالتزامات اللي هتترتب لو أنت عملت كده. فجاء قول الله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. جعل الطلاق بيد النبي والرجال، والحكمة تقييد وقوع الطلاق، لأن لو كان بيد المرأة والمرأة تساير عاطفتها ولا توازن الأمور مثل الرجل، وهذا ليس عيب لأن المرأة خلقت ذات عواطف لأنها تتعامل مع الطفل، بينما الرجل يتعامل مع الماديات. فكان لو كان بيد المرأة في الأول كان أي حاجة تقول له أنت طالق، طلقت نفسي منك أنت طالق. فربنا جعل من قيود الطلاق الأصل أن يكون بيد الرجل. لكن هل تحرم المرأة تماما من هذا الحق؟ لا، هناك مواضع يكون للمرأة الحق في أن تطلب فسخ عقد الزواج. منها لو أن المرأة تزوجت ووجدت ضررا من الرجل كعدم الإنجاب مثلا، وقد أخفى عليها هذا وهي تريد الأمومة، تبقى في الوقت دوت من حقها أن تطلب الطلاق للضرر. ومنها ما هو معروف اسمه تخيير المرأة في الطلاق، بمعنى تختاري تستمري ولا تختاري تنفصلي. التخيير ده بقى جاء بشأن من نساء النبي. أولا لابد أن نعرف أن تزويج النبي من أكثر من واحدة جاء بأمر إلهي ولا يدخل فيه الشهوة ولا الطمع، بدليل أن البكر الوحيدة اللي تزوجها الرسول هي السيدة عائشة، وكل زوجاته إما كلهم أرامل. فلو كان زواج الرسول بالعدد ده كله لقصد الشهوة كان تزوج أبكارا. فجه الرسول عليه السلام دخل عليهن، أولا كان بيعدل بينهم في البيت وفي المياه وفي المد وفي السفر وفي الغزوات، كان يعمل قرعة واللي تطلع عليها القرعة هي اللي تطلع تسافر مع الرسول. فإذا بعض الفقهاء قال لك من حق المرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون عصمة الطلاق بيدها، وإذا وافق الزوج
فيجب علي أن أنفذ ما اشترطته. فهنا الزوج اتفاجئ بأنها نفذ الشرط. هل هي مخطئة؟ ليست مخطئة أصلاً. الخطأ الوحيد الطلاق الغيابي، يعني أنا كنت أتمنى أن هي تواجهه لأن هي شرط، عندها الشرط، لكن هو يتفاجئ. يعني الحياة الزوجية بتقوم على المودة والرحمة، سكن مودة ورحمة. ما يجيش هو يتفاجئ ان المحكمة بعتاله تم طلاقك من زوجتك بالتاريخ كذا وما اعرفش ايه وكلام من ده.